يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان وراحة البال والطمأنينة. يا رب يسعد قلوبكم ويسعد حياتكم ويكتب لكم الخير والسعادة والستر والرضا يا رب، اللهم أمين. يا رب كده يجعل بيوتكم كلها أمين. ودعوة كانت دايما ماما تقولها لي، ما يحوج ايدك اليمين لايدك الشمال او حاجة زي كده يعني، او شمال اليمين. دعوة جميلة قوي وانا بوهبها بديها لكم، بقولها لكم. يا رب ما يحوجكم لحد ولا يجعلكم تكونوا محتاجين لاي مخلوق في الدنيا، لان الدنيا دي بقى شوية مش حلوة. يا رب لا يحوجنا ولا يحوجكم لاي مخلوق في الدنيا يا رب، لا بسؤال ولا بمساعدة ولا باي شيء. يلا بينا النهاردة هنعمل احلى مندي زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. مندي جميل 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 قوي، هيعجبكم ان شاء الله الطريقة بتاعته جدا، وهوريكي تركه بعملها كده علشان تضمني ان اللحم يكون مستوي. هجيب كده اول حاجة اللحم ونقعته في كوبايتين كبار مية مع معلقة من السكر لمدة ساعة، كل ما بتسيبيه احسن. بعد كده شطفته من المية والسكر وحطيت عليه ليمونة، عصرت عليه ليمونة. بعد كده هنزل ببشرة جنزبيل فريش، بتديله طعم حلو قوي يا بنات، وفصين ثوم. وهنشوف بقى دلوقتي برضو كمان البهارات اللي هنضيفها. طيب البهارات هنحط معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكاري وعلبة من الروب، وطبعا ظبطي ملح كويس. ولون الزعفران هنحطه دلوقتي. نيجي بقى ايه نحضر عوض. عندي هنا كده بصلة بقطعها صغنن جدا وحط عليها زيت، تمام. وهبدأ ان انا انزل معاها ورق لوري وحبهان ودرسين وقرنفل. طيب يا حبايبي، بعد ما بتقلبيها وتتحمر تبقى بني كده من لونها حلو، هتحطي طماطمايه متقطعه قطع صغيره، ولو عندك شويه فلفل احمر حطيه برده، طعمها حلو قوي. وهتقلبيهم بعد كده هنقلهم في اللي هشتغل فيها على طول. طيب يا حبايبي، هنا بقى دي الخطوه اللي بحب اعملها اضمن في المندي ان اللحم بتاعي استوى. هو الطبيعي في الطبيعي بتاعك ان انت بتحطي الماء الرز بعد كده قصدير وتخرميه وتحطي المندي، تحطي صور اللحم. انا بحب احط اللحم هنا على ورق زبده وادخله الفرن واغطيه بورق زبده وادخله الفرن ياخد ساعه كده او نص ساعه على حسب نوع اللحم بتاعك يستوي شويه. الخطوه دي انا بالنسبه لي بتفرق جدا، لان مندي اللحم غير مندي الدياي مش مشكله، بتبقي مطمنه ان هو اوريدي ما بياخدش سوا في الفرن، بس اللحم على حسب النوع، فاهمين؟ فالخطوه دي حلوه. المهم دلوقتي حطيت بقى الخلطه اللي انا كنت عاملاها على النار، حطيتها في البايركس وحطيت عليها كوبايه ونص من الرز البسمتي، كنت غسلاه بس مش نقعيه. ليه؟ لان هو هياخد شويه وقت في الفرن، فلو انت ما نقعيه مع التسويه هيعجن. قلبي كويس، ظبطي ملحك، ظبطي كل اي بهار انت عايزه تضيفيه زياده تضيفيه. بعد كده هتحطي الميه، بصي تغطيه بالميه وبزياده، يعني يستغطى بالميه، سوري يتغطى بالميه وشويه زياده عن الطبيعي. لو كوبايه ونص حطي 3 كوبايات، 3 كوبايات ميه، تمام، او شوربه لو عندك شوربه. بعد كده هحط قصدير وهخرم كتير 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 جدا، مش خرمين ثلاثه، كتير قوي، علشان الدهنه اللي هي في اللحم، مش ده لحم عربي، الدهنه اللي فيه تنزل منها شويه. بس انا كده كنت بقى طلعتها من الفرن، بصوا خليتها شويه لغايه ما اضمن انها استوت شويه، لان هو اللحم طبيعي بياخد وقت والرز مش بياخد وقت. فلو يعني الرز اخره في الفرن ايه نص ساعه لو هتزودي، بس اللحم مستحيل يقعد نص ساعه.
تمام. الا لو كانت حته اللحمه مثلا ضعيفه وطريه، هي دي ضلوعها اصلا ما بتاخدش وقت، بس برضو للاحتياط بحب اعمل الحركه دي. نزلتها بقى، وطبعا الصوص بقى نازل منها، برضو هضيفه على الرز، وهاخد الخلطه، بقيت الخلطه اللي كانت باقيه دهنت بيها بس، وغطيتها بالورق الزبده ودخلتها الفرن. خدت بالظبط كمان نص ساعه وبس كده. بتتقدم بقى مع الخضره، بصل ابيض، جرجير او بربير، ريحان لو عندك، بتبقى تحفه. شوفوا جمالها، واللحم متحمر ازاي، شايفين لون اللحم رهيب ازاي، من لون الزعفران والخلطه، والرز ازاي نثري. بجد وصفه جميله جدا، بسيطه قوي، ما بتاخدش وقت، كلها في مكان واحد في صينيه واحده، رائعه. يعني انت ممكن ما تعمليش الخطوه بتاعتي اللي انا عملتها بتاعت تسويه اللحم شويه، وتعملي دايركت اللي هو التقليدي بتاع المندي، علشان الدهنه بتاعته تنزل من تحت وتغطيه بالقصدير كويس، هيستوي يبقى تمام برضو. وده الدقوس ولبن، والف هنا وشفا علينا وعلى عيونكم. ويا رب يرحم امي وابويا ويغفر لهم، يجعل قبرهم روضه من رياض الجنه. استودعكم الله.